طيب سيادة المستشار محمد صلاح رئيس اللجنة الفرعية 37 عياط جيزة. سيادة المستشار مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أخبار حضرتك؟ أهلا بيك. لو تقول لنا أولا بحيي حضرتك وكل طاقم العمل مع حضرتك، مؤشراتك إيه يا فندم؟ المؤشرات احنا عدينا نسبة 50% رغم الظروف القاسية. الجيزة والعياط، عندي كده قلق من الجيزة دي يا سيادة المستشار. ليه ده الناس ما شاء الله يعني اقبال غير متوقع بالمرة، اقبال كثيف جدا. كان كام اللجنة بتاعت حضرتك وقوامك؟ اللجنة كان 1400، انا عملت اللي حضروا عندي 800 ناخب يعني. رغم الظروف القاسية اللي بتمر بيها البلاد بالجو السيء ده، بس هم تحدوا الظروف الصعبة دي. دي 57%، ده رقم كبير يعني. دي نسبة كبيرة. طب دي نسبة فندم. بشكرك جدا سيادة المستشار، بحييك وبحيي كل القائمين على العمل مع حضرتك. هنوصل ل 20 مليون ولا لا؟ هنزيد. ايه الرقم المرجح؟ هنزيد. بص انا مش عايزك تنسي حاجة، احنا جايين مسيرة بني سويف دلوقتي. العياط، انا العياط، انا كان عندي قلق من الجيزة. دي مربعات، المربعات جزء منها دول ناسنا واهلنا طبعا، لكن انا عندي قلق من الجيزة واسكندرية بصراحة. في بعض ريف الجيزة منتشر مجموعات من الاخوان وحسم ولواء الثورة والوقائع اللي بتقول ده. لما نتكلم في 57% في العياط ونتكلم في 49% حتى الان في بني سويف، دي لجان عشوائية طبعا. احنا بنتكلم لجان عشوائية طبعا يعني، لكن على الاقل بني سويف في اجمالي لغاية دلوقتي 42 تقريبا.